سلام، كيف حالكم؟ شلونكم؟ طيبين ومبسوطين؟ في اول حلقة اسئلة لسنة 2019 والمفترض انها تكون يوم الجمعة، بس عاد مشوها اليوم وجمعة. الخطة لهذه السلسلة بكل بساطة انه في نهاية كل شهر ويوم جمعة هتكون حلقة اسئلة. الاسئلة في الغالب حاخذها من المنتدى الخاص باليوتيوب اللي هو الصفحة، لو خشيت انت على اليوتيوب هتحصل فيه اسمه منتدى، تخش عليه بتحصل دائما نحط هناك بعض الاشياء الجديدة، التحديثات، او حتى في الستوري الخاص باليوتيوب. فاتمنى تكونوا منتبهين لهذه النقطة عشان يطلع سؤالك مستقبلا. طبعا هذه مو اول حلقة اسئلة احنا نسويها، سوينا قبل كذا وفيها معلومات جدا كثير بتخصنا، عشان كذا بعض الاسئلة اضطريت اني استبعدها لانها مكررة بشكل كبير جدا، بس مو معناته انه ما اخترت الاسئلة اللي دائما شاغلة الناس في الفترة الاخيرة. فقبل لا نبدا نسوي الاشتراك واللايك، والهم من هذا كله طبعا النشر، خلونا في سؤال للامانة دائما يتكرر في الفترة الاخيرة ولو انه شوية شخصي، بس حجاوب عليه عشان نشفي غليل البعض. كثير يسألني دائما على الشيب اللي موجود، وبكل بساطة وراثة، ولا انا عمري 29 سنة، ما بكذب عليكم الامانة الموضوع مستفيد منه بشكل كبير جدا. يعني زي مثلا تطلع مع اصحابك دائما تحس كذا في احترام وتبجيل، خاصة لما يجوا كذا بيطلعون سيارة دائما يحطوك قدام بحكم كبر السن وزي كذا، تعرفين شكلي انا خبصت على نفسي في المقطع هذا. ما علينا، السؤال الاول معانا من يا كثر الاسئله على روكستار، مو مشكله حنجاوب على كم سؤال بسيط لروكستار، بعد كذا نبدا ندخل في الاسئله الثانيه. بيسال كي او جيمز جو، السؤال الاول: ليش روكستار نسيت العابها القديمه ومثلا نادي منتصف الليل، ذا ووريرز، ماكس بين؟ لانه الجزء الثالث كان جدا خرافي، انا شخصيا ختمته. هل تتوقع انه يوجد ريدد 2، يعني اقصد في اضافه للعبه ريدد ريديمشن 2 خاصه بالزومبي؟ طيب بالنسبه للسؤال الاول هو موضوع ميدنايت كلوب والالعاب الثانيه، انا ما بقول انها الشركه سحبت عليه، ولو انه في اشياء صارت فعليا من ناحيه لخبطه في الاستديوهات عندهم شيء الودي، وانا عارف من زمان وعدتكم بنزل لكم تقرير عن لعبه ميدنايت كلوب وايش صار فيها في الفتره الاخيره، لانه فعليا في شيء صار داخل الاستوديو حق روكستار والمسؤولين عن لعبه ميدنايت كلوب بالتحديد، فان شاء الله حنتكلم عنها مستقبلا. بس بشكل عام عشان ما نبي نطول الاجابه، سياسة الشركة روكستار مع تيك تو تغيرت بشكل كبير جدا، خاصة بعد نجاح أونلاين لعبة جي تي اي في او 5 الأخيرة، فكل شيء تغير معاهم، نظرتهم تغيرت، أمور كثير تغيرت، فهو ذا بكل بساطة. إيش مستقبل الشركة إلى الآن مو واضح، ولو أنه الأخبار الأخيرة تتكلم عن لعبة بولي، بس برضو أرجع أكرر ما في شيء واضح. بالنسبة لإضافة الزومبي ما أستبعد للأمان، لأنه أصلا اللي ختم لعبة ريد ديد ريدمشن 1 إضافة الزومبي هيعرف انه في النهاية في تكملة، فممكن في اي لحظة ينزلون اضافة، واضح انه في شيء ترى مخططين عليه، واضح حتى من كلامه انه فعلا في اضافة حتكون لطور القصة، ما راح يرتكبوا نفس الغلطة اللي صارت قبل كذا مع جي تي اي 5، بناء على الكلام اللي شاركتكم اياه في المقاطع حقت ريد ديد ريدمشن سواء قبل ما تنزل او حتى بعد ما نزلت. محمد بيسا بيسأل، ان شاء الله نطقت اسمك صح، ايهما افضل لهذا العام، ريد ديد ريدمشن 2 ولا جاد اوف وار؟ بعيد عن انه اللعبتين مو متشابهات، توقعك كمان للعبه فورتنايت وببجي في المستقبل واكتساحهم التام لعالم الالعاب. اذا كان بتسعى على افضل لعبه لسنه 2018 شيء يعني بجيم اوورد اللي هو يعتبر اكبر حفل توزيع الجوائز، فاخذته لعبه جاد اوف وار. اذا بتسعى على اختيار الجمهور عندنا في الموقع في جي اي فور ايت، ترى كان اختياره مع لعبه ريد ديد ريدمشن 2. اذا بتسالني انا شخصيا بقول لك برضو كمان لعبه ريد ديد ريدمشن 2. اما بالنسبه لمستقبل لعبه فورتنايت وببجي، للامانه اتوقع اللعبتين هذه حتطول، لانه الشركتين كلهم قاعدين يتعاملوا مع اللعبتين هذه يعني بطريقه ذكيه جدا، فورتنايت من ناحيه الاضافات وببجي من ناحية برضو دعم اللعبة، وما زالوا مستمرين خاصة في سوق الجوالات، يعني ضربوا فورتنايت، فكل شركة ناجحة في فئة معينة، فأتوقع أنه حتطول لأنه نوعية اللاعبين اللي هم مستهدفينهم مختلفين عن نوعية اللاعبين الثاني. الموضوع ملعبك شوية، لأنه ممكن البعض يقول أنه لا الجمهور انسحب من الألعاب الثانية وجعلوا فورتنايت، ما اتفق، لأنه في شيء المهم قاعد يصير، ممكن يبغاله مقطع كامل نتكلم عنه، عن ليش العاب الباتل رويال بشكل عام سحبت الجمهور في الفتره الاخيره. راشد جيمر بيسال، احمد هل تتوقع راح يتم الاعلان عن بلاي ستيشن 5 في منتصف هذا العام، وهل راح ياجلون العاب مثل لاست اوف اس للجيل الجديد؟ وشكرا. والله شوف، انا من الناس اللي ما زلت متوقع انه في شيء للبلاي ستيشن 5 خلال السنه هذه او حتى للاكس بوكس 1 2، بس الى الان ما في شيء رسمي،
ننتظر وخلاص احنا قدرنا في 2019. بالنسبة لموضوع لعبة Last of Us مستحيل انهم يأجلوها للجيل القادم اللي هو البلايستيشن 5، لانهم هم قالوا حتنزل على البلايستيشن 4 يعني بشكل رسمي، فممكن انها تترقى اللعبة وتنزل على الجيل الجديد اللي هو البلايستيشن 5 زي ما صار مع Last of Us الجزء الاول انه نزل منه نسخة لأجهزة الجيل الجديد. بيسأل ليش المايكرو ترانزاكشن احتل معظم الالعاب وليش هو مضر لهذه الدرجة؟ 2. وش أكثر شيء خلاك تحب شركة روكستار؟ 3. مين الشخص اللي دعمك عشان تسوي قناة؟ 4. ليش في الكثير من الإستر إيكس في الألعاب خاصة في ألعاب العالم المفتوح؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول موضوع المايكرو ترانزاكشن وليش صارت الشركات مركزة عليه، لأنه بكل بساطة اللاعبين قاعدين يدفعوا. أكبر دليل عندنا لعبة فورتنايت، كمية الناس اللي قاعد تدفع عشان سكنات. عندك لعبة جي تي اي 5، الفلوس اللي كانت تجيبها والدخل الرهيب والمداخيل اللي كانت توصل لروكستار مع تيك تو كله من وراء جي تي اي من ناحية طور الأونلاين والدفع اللي قاعد يجي، أكيد إنه الشركات الثانية بتأخذ نفس النهج. بالنسبة لموضوع روكستار، لأن أحس الشركة هذه بالنسبة لي أحس دائما يرفعون معيار أو معايير التطوير في عالم الجيم، ودائما يكونون نقطة تحول. إذا الألعاب كان ماشية كذا فجأة هم يأخذون ألعاب إلى منحنى ثاني، يرفعون سقف التحدي إلى سقف جديد ثاني. في شركة ثانية بس للأمانة أحس روكستار هي الوحيدة اللي قادرة مستمرة بتنوع كمان، يعني مقارنة بالشركة الثانية لما نيجي نشوف التنوع والتقييم حقتهم مرتفعة ورضا اللاعبين دائما يعني في مصلحتهم أو دائما يمدحوهم، هذا الشيء أنا أعتبره صعب إنك أنت تحافظ على القمة أكثر من أنك توصل للقمة. شفنا ألعاب كثير بتوصل بعد كذا تختفي، فأتمنى أن يجاوب. مين الشخص اللي دعمك في القناة؟ أول شيء VGA for Riot Team، بس أقدر أقول لك التيم واحد من الأشياء اللي خلتنا فعلا مستمرين مع التحديات اللي قابلناها. الأهل أنا أشوفهم أكبر داعم لأي شخص في الحياة هذه، وقت ما تحصل أهل واقفين معك حتحصل أمورك تمشي بشكل أسهل جدا جدا. بالنسبة لموضوع الإستر إيكس ليش كثير في الألعاب، لأنه بكل بساطة عالم مفتوح فلازم يضيفون الأشياء دي على أساس يضيفون شوية متعة لعالم اللعبة بدل ما يكون كذا كبير وعلى الفاضي. عزيز ميسو إن شاء الله نطقت اسمك صح، ما رأيك في مستقبل القناة والألعاب عامة؟ هل عدد المشاهدات يزداد أم يقل؟ شوف بالنسبة لمستقبل القناة والألعاب بشكل عام، إذا بتسأل على قنوات الألعاب فكل شيء بيتغير في اليوتيوب ما عدا الجيمينج، أنسى أنه يتغير ثابت على رتم واحد، يعتبر جزء أساسي إذا ما كان الأهم في اليوتيوب بشكل عام. إذا بتسألني على المشاهدات عندي أنا شخصياً، فأنا ما بقول إنها منخفضة ولا بقول إنها مرتفعة، أقدر أقول لك إنها متوسطة بس متذبذبة في نفس الوقت، مرات بتطلع فوق المتوسط مرات بترجع للمتوسط، وعلى هذا الحال فأنا عارف الأسباب، وهذا إن شاء الله الأشياء هذه اللي مسبب التذبذب ده هشتغل عليه في السنة هذه. معتز اللالة، هل في محرك ألعاب حاليا ممكن إنه يعمل زي محرك روكستار من ناحية الدقة والفيزيائية الرهيبة والمحتوى الناتج منه؟ هل تتوقع إنه سيدي بروجكت مع لعبتهم سايبر بانك تنافس روكستار مع ريد ديد ريدمشن 2 من ناحية الدقة في عالم اللعبة بشكل عام؟ بالنسبة لشركة تنافس روكستار في عالم مفتوح بنفس الدقة والجودة والقوة هذه، الأمانة ما أعتقد، وإلى الآن أنا ما شفت أي شركة تقدر تنافس، لا من ناحية حجم مطورين ولا حتى من ناحية محرك لعبة. لأنه شركة روكستار ميزتهم، يمكن ناس كثير ما يعرفون هذه المعلومة بس متابعين أتوقع أكيد يعرفوها، نفس المحرك اللي بيستخدموه روكستار ريج هم مصممينه، واللي ما يعرفوه كمان يمكن بعض اللاعبين روكستار سان دييغو اللي هم شغالين على ريد ديد ريدمشن 2 هم نفسهم المسؤولين عن المحرك هذا. المحرك هذا بيتوزع على كل ألعاب روكستار الثانية زي جي تي اي 5 أو ممكن ووريوز مستقبلا أو ماكس بين مستقبلا أو بولي أو اللي هو، عشان كده بتلاحظ فيش تشابه بين ألعابه لأنه محركهم واحد، فيكون التطوير عليه اسهل زي طريقه مثلا اجهزه الايفون مثلا، انه الهاردوير والسوفت وير من شركه واحده. روكستار نفس الموضوع. اما بالنسبه لموضوع سيدي بروجكت، لعبتهم واعده سايبر بانك بس ما اتوقع الامانه انها تقدم لنا خلينا نقول تجربه كبيره جدا، ولا راح تسحب شريحه كبيره جدا زي طريقه مثلا جي تي اي 5 لو جينا نقارنها، لانه عالم اللعبه مختلف. ثاني شيء سيدي بروجكت استوديو يعتبر صغير مقارنه بروكستار. ثالث شيء لو جينا نتكلم حتى على لعبه ذا ويتشر، لعبه جدا ناجحه ما عليها كلام، بس الجلتشات كانت فيها كثير والبقات كانت فيها واضحه وصريحه في اللعبه، فهم كانوا بيعانوا من محرك اللعبه. وهنا يبدا طبعا فرق الخبره وفرق سنين الشغل، يعني يعتبر شيء يعني ما اعتقد انه سهل تطلع لنا شركه زي روكستار، لانه الموضوع باله فلوس، روكستار قاعده تدفع دفعيه. الى الان احنا ما نعرف كم تكلفه تطوير لعبه ريد ديد ريدمشن، بس اتوقع حيكون مبلغ جدا كبير وضخم. اذا جي تي اي 5 كان الاضخم في عالم الترفيه في ذيك الفتره، وبعدها جت ديستني، فموضوع مو سهل. اخر سؤال معانا من جيمر بروبيس، الافضل يوتيوبر بالنسبه اليك؟ الله سؤالك صعب.
وصراحة أنا أحب كل اليوتيوبر خاصة لأصحابي يعني، فما ودنا نزعل أحد، بس خلينا أقول إذا كانت تتكلم عن سنة 2018 كشخص أنا شفته ملتزم ينزل بطريقة ما شاء الله تبارك الله خرافية، تنويع كبير جدا، أرقام خليك ما شاء الله تبارك الله يعني الله لا يضر الله لا يضر ما شاء الله تبارك الله. أنا أشوف سيء لأنه ما شاء الله تبارك الله كم يعني القناة الجديدة جاب فيها 1,000,000، القديمة يعني حقت اللي وصلها 200,000 ذيك الأيام خلاها توصل 1,000,000، والقناة اللي كانت وصلها 2,000,000 داخل 3,000,000، يمكن دحين وأنا أتكلم معكم دخلت 4,000,000. ف رقميا أنا أشوف هو مكسر ما شاء الله تبارك الله، وخاصة في الفترة الأخيرة ترند 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 ترند، هذا أنا أسميه شغل جبار. والالتزام في عالم اليوتيوب شيء أنا أشوفه جدا صعب، حتى لما تكون متفرغ برضو يكون الموضوع صعب شوي، لأنه نفسي إلى حد كبير جدا نفسية تعبانة ما راح تقدم زيها زي الكورة زيها زي الرياضة بشكل عام، إذا النفسية مو كويسة ما راح تسوي أي شيء، وفي أمور كثيرة ما تقدر تتشاركها مع الناس. ومع هذا سيد ما شاء الله تبارك الله يحسسك إنه الأمور كلها تمام، أنا متأكد أي إنسان أكيد بيكون عنده ظروف، بس ما شاء الله عليه مرة فاصل شيء عن شيء على قولتهم، اليوتيوب في كفة وهو في كفة، فأهنيه صراحة على الشيء ذا، وإن شاء الله نقول نوصل المراحل زي طريقته، فعلا فعلا إنسان خرافي. كذا يكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم، أتمنى أنه عجبكم، أتمنى أني كفيت ووفيت. كان معكم أحب رامو قناة فيديو جيمر العرب، نشوفكم في مقطع جدا قريب، مع السلامة.